السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم مناديا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يحثنا على التوبة والاستغفار إذا ما أذنبنا، فقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. وكذا فإن الله يأمرنا أمرا بدأ به بنفسه، بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، سعدك يا شيخ. الحمد لله. أكمل رد السلام، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخ، دلوقتي دايما بسمع أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني رحمه الله، من أعلم أهل الأرض من ناحية الحديث. وأسمع برضو حد تاني يقول لي ارجع للبخاري دايما. فيا شيخ، يعني حضرتك شايف مين الأفضل، الإمام البخاري ولا الإمام أحمد بن حنبل من ناحية الحديث؟ والله كلاهما على خير، لكن البخاري في الإجمال في الحديث أفضل من كثيرين من العلماء، لكن الإمام أحمد ثبته الله في الفتنة، فتنة خلق القرآن، ونال منزلة إمام أهل السنة بسبب ثباته أمام السلاطين في زمانه وأمام علماء السوء الذين كانوا يقولون أن القرآن ليس بكلام الله، فهو ثبته الله سبحانه، وكانوا يقولون أن القرآن مخلوق فثبته الله فنال منزلة الإمامة. وهو في الحديث أيضا عالم جهبذ كما لا يخفى عليك. شكرا، بارك الله فيك. عبد الرحمن، أغلق الباب حتى لا يذهب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل. الله منكم صالح الأعمال فضلت الشيخ. ومنك يا ربي. أخ يسأل: زوجة أنجبت معاه طفلة ست سنين وطفلة ثلاث سنين وتوأم سنة ونص، والزوجة حملت وهي تعبانة قوي مجهدة جدا من الأطفال، والحمل 15 يوم، ممكن يتخلصوا من الحمل؟ إذا كان هناك ضرر محقق والروح لم تنفخ في الجنين فلا بأس للأمرين معا. والسلام عليكم. مدة نفخة الروح 4 أشهر عند الفقهاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو تكرمت، هل في بأس أو مانع إنه الإنسان إذا قرأ القرآن
مثلا يستشعر أو يستحضر، خليني أقول، معاني بعض أسماء الله سبحانه وتعالى اللي هي ما هي واضحة وصريحة في الآية. يعني كمثال مثلا في قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل، فيستشعر مثلا أو يستحضر أن الله سميع، أن الله قريب مجيب، لأنه يسألونك قل. أن الله سبحانه وتعالى مثلا قل فيهما إثم كبير، أن الله سبحانه وتعالى يطهر أو القدوس مثلا، بمعنى أنه يطهر عباده عن هذه النجاسات وكذا. إيه بس في تكلف شديد شوية، لأن في مواطن أخر لهذا الاستشعار أولى من هذا الموطن صريحة. ماشي، يعني كذا بهذه الطريقة ما هو من التكلف. نعم. هذا في تكلف شوية، ويعني أنت تعرفين أن بنية القرآن كلها الحمد لله واحدة، مش كواحدة. أما ممكن تقول هذا الكلام عند الله: إن الله سميع بصير. قل عند سميع، أفضل أن تقول عند سميع: سمع الله لمن حمده. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتستحضر الآيات التي في هذا المعنى. إنني معكما أسمع وأرى. يتكامل المعنى في موطن هو موطنه. أما الذي تقولينه مثلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، على ما تقولين يسألونك دليل أن الله سمع. صح كلامك، صحيح أن الله سمع، لكن هناك ما هو أصرح من ذلك في السماع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اغفر لعبد الرحمن. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. بقول لحضرتك، هو بالنسبة لبطاقة التموين، يعني عايز تفسير على معاملة معينة. يعني هو في ناس المفترض مستلمة بطاقة التموين عشان تجيب بها عيش من المخبز، فممكن ايه حكم ان هو يسيب بطاقة التموين للمخبز وما ياخدش عيش، في مقابل ان هو بدل العيش ممكن ياخد من بتاع المخبز 100 جنيه في الشهر مثلا؟ هذا بالتراضي لا بأس. ما فيهاش حرمانية يعني؟ لا، بالتراضي هو باع مال عام وكلام. لا 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 لا. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، من هم أولو الأرحام؟ الأقارب، الأقرب فالأقرب. بعض أهل العلم كانوا يقولون الأرحام الأقارب من ناحية الأم لأنها الرحم، لها رحم، لكن التحرير أولو الأرحام الأقارب عموما. الأقرب فالأقرب، أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. تمام. طب معلش، يعني خالة الأب أو عم الأب؟ أي ما هو كل الأقارب، لكن هناك ما هو أقرب، هناك من هو أقرب، مثل ما حديث الرسول عليه السلام: يا رسول الله إن لي جاران، إلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. ففي جار بعد عشرة بيوت، لكن الجار اللي جنبي هو أولى. طب هل أقسم لو أنا أثرت في حد من الأقارب؟ قدر الاستطاعة، ربنا يعلم. عن المسافة؟ ربنا يعلم المفسد من المصلح. اتق الله ما استطعت. شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كان بعدك بس كنت عاوز تفصيل في حديث اللي هو بتاع النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا تعطرت خرجت من بيتها فهي زانية. يعني كنت عايز تفصيل في الموضوع ده، لأن أنا شغال في محل عطور وكده. لا عفوا، إذا كنت تسأل عن بيع العطور فلا بأس أن تبيعه، والإثم على من استعملها استعمالا خاطئا، لأن الله قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
إن الله جميل يحب الجمال، وأنس يقول: ما شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا يقوله البراء وغير واحد من الصحابة. فالشاهد من ذلك أن بيع العطور لا إثم عليك فيه. أما عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة خرجت من بيتها متطهرة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، ليس الزنا هنا زنا المعتاد، إنما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش. الحديث تمام يا شيخ، ماشي. طب معلش، انا في حاجات كده في الارض مالك ماريا بتدهن على الجسم او كده، هي مش ليها ريحه فواحه يعني، بس هي بتعطر برضو الجسم وبتكون ريحتها كويسه، هل في مانع لو دي اتحطت مثلا والمراه خرجت بها او كده؟ شوف يا اخي، اي شيء يسبب فتنه يسبب فتنه يوم تمنع منه المراه عند الخروج في البيت، تفعل ما تشاء، وانت لست بمامور بالتحقيق مع من أتت تشتري طيبا، هل ستستعمليه في البيت أو في أو خارج البيت، ما لك إلا التذكير. تمام ماشي، أنا بنبه عليهم برضه، بس هم يعني بناتنا الصغيرين ربنا يهديهم مثلا. الله، السلام عليكم. بارك الله فيك يا رحاب المصري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المستغفرين من الأحسن. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. لماذا تقدم ألو على السلام عليكم؟ ألو السلام عليكم، لماذا؟ كلا، اسم الله لا يقدم عليه اسم. نعم اتفضل. اتفضل. أنا عندي سؤال يا شيخ، أنا مقيم في ديار الأوروبية، وأريد السؤال عن بيع الأسلحة للدولة الأوروبية، هو حرام؟ بيع الأسلحة، أنت تبيع سلاح، تأجر سلاح ولا إيه؟ وهو السؤال. هذا مشكلة كبيرة يعني، لأنك تقول لنا بس للدولة، مش لأي أحد، للدولة. يعني أنت تأجر أسلحة، تبيع أسلحة للدولة؟ تسأل عن هذا يعني؟ نعم نعم. مصرح لكم بهذا في هذه الدولة؟ لا بأس، إذا كان مصرح لكم بهذا في الدولة اللي أنتم فيها. نعم نعم، ما مش مشكل إذا كانت دولة كافرة، إذا كنت أبيع أسلحة لهم مش مشكل. لا، ما في مشكل إلا إذا كانت هذه الدولة تستعمله لقتل المسلمين، حينئذ. أنا لا أعرف، أنا لا أعرف. خلاص، لا تعرف يجوز. قال خباب بن الأرات: كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل، ثم جئت أتقاضاه فقال: لن أضيعك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت له: والله حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أو أنا ميت ثم حي؟ قلت: نعم. قال: حينئذ أقضيك. فنزلت الآيات، فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لا أتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك، الله يحفظك. الله يكرمك. كنت عايز بس نستفسر من حضرتك بخصوص ان انا كنت معرض مشكلة بيني وبين زوجتي، وبصراحة عايز نوصل لحل مثلا في الانفصال. هي شهرت بي يا شيخ وقالت فيها ما ليس فيها، وانا لم نخرجها من بيتي، ولكن اضطرتني في ان انا امسك فيها وكده، ولكن لم نضرب بعصا حتى. ما السؤال يا حبيبي؟ المشكلة خفيفة كده، أنت هتبكي؟ إيه مشكلتك؟ ما مشكلتك باختصار؟ مشكلتي يا شيخ حتى لو وصلنا إلى انفصال، طيب ما الحل؟ ما الحل؟ بارك الله. ما عندك إلا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. على الشيخ. الحمد لله. معلش، عندي سؤال وعندي طلب من حضرتك. تفضل. كنت سمعت احد المشايخ بيقول انه عدم محبه ولي الامر دليل على النفاق، هل الكلام ده صحيح؟ لا يلزم، اذا كان ولي الامر قائم بامر الله، يقيم امر الله، يقيم كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم نحبه إذا كان يقيم أوامر الله وأوامر رسوله، أليس كذلك؟ عندك شك في هذا؟ لا. أما إذا كان يظلم ويقتل الناس ظلما ويحكم شرعا غير شرع الله سبحانه وتعالى، لا، كيف نحبه؟ الحب في الله والبغض في الله من أوثق أقوال الإيمان. نحبه لحبه لله ولنصرته لله سبحانه وتعالى ولدين الله. نعم بالله. أنت عارف الحب شرعي مش الحب عاطفي، حب شرعي كما قال الرسول عليه السلام في شأن علي مثلا: لا يحبك إلا مؤمن ولا أبغضك إلا منافق. ما صورة الحب والبغض؟ لا يحبك يا علي لكونك ناصرت رسول الله وبادرت بالإسلام وغزوت الغزوات وفلقت هام أهل الشرك، لا يحبك لهذه المعاني إلا مؤمن، ولا أبغضك لهذه المعاني إلا منافق. بارك الله فيك. وقد قال الرسول عليه السلام في حديث آخر: يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يأتون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. سمعت الحديث حبيبي؟ أعيد على ما سمعك. لا، سمعت الحديث تمام. الطلب يا مولانا أطلب منك أن تجعل الشيخ تامر مصطفى الله يفرج كربه وكرب كل مسلمين. بارك الله فيك. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم يا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. هو زوجي في موقع بيبيع حاجات زي أمازون كده، فهو بيجيب حاجات ويبيعها من خلاله وليه مول. طيب ده ايه يعني؟ زوجك بيشتري اشياء من على المواقع وبيعها للناس؟ لا، بيشتريها من مكانها عادي. طيب ايه المشكلة؟ انا مش فاهم يعني. على الموقع يعني زوجك بيشتري اشياء وبعدها يبيعها للناس يعني ولا ايه؟ بيعرضها على الموقع دوت، ولما بتتباع من خلال الموقع ده هو بياخد عمولة. ما في مشكلة. ما فيش اي مشكلة؟ لا مش مشكلة. دلال يعني. بارك الله فيك يا ذا النورين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخ مصطفى بارك الله فيكم وزادكم من علمي. ولك بمثل. وإياك يا أخ مصطفى. أستأذنك يا أخ مصطفى، أخي سافر لأداء فريضة في الحج هذا العام. نعم. قبل يوم عرفة ليلته مرض مرضا شديدا ودخل المستشفى وحجز الرعاية المركزة ولم يتمكن من الوقوف بعرفة أو إتمام المناسك. طيب. فبشيء من التفصيل حكم الإحصار هنا إن هو كان اشترط عند الميقات عند الهلال. نعم يا شيخنا. عند الهلال هل قال اللهم ما حلي حيث حبستني؟ لا لا لم يقل يا شيخنا. لم يقل ذلك. إذا كان عليه دم قبل أن يتحلل، أما وقد فات الموضوع عليه دم في الذمة الآن. عليه دم. طيب هنا يا شيخنا هو بس تعبان جدا 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 نفسيا، إن هو هل هنا تعتبر مقدر؟ هذا شيء مقدر قدره الله سبحانه. الرسول محمد عليه السلام ذهب للحج مع أصحابه ومنعه الكفار، ارجع من تحج هذا العام؟ الحديبية. رجع النبي عليه السلام. خلاص؟ الله القبول. الله يبارك فيك. الله يبارك. يا أحبك الله يا أحمد ابن أبي شامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا عم؟ الحمد لله أنا بخير. ماذا عندك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. ألو إيه يا عمي؟ الناس خلاص مضى عهد. ألو. جاء عهد السلام عليكم عند المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله حضرتك يا شيخ بس كنت مرة بنصح واحد قريبي وكده. إنه
انه يعني يلتزم وكده، وللاسف غلطت ان انا قلت له ان انا كنت بعمل معصيه زمان يعني. ها؟ كنت للاسف لما كنت بنصحه وكده فكنت يعني مش عايز اقيسه يعني، عايز اعرف ان انا كنت بعمل معاصي برضه وتبت، فللاسف حكيت له على معصيه كنت عملتها وتبت منها، فبعد كده ندمت شديد يعني. اه انت هل علي حاجه كده ولا لا؟ انت بس فضحت نفسك وقد سترك الله. كل أمتي معافية إلى المجاهرين، وإن كان في كلام صغير، لكن في البخاري إن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح ستره الله، يقول للناس فعلت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله. للأسف أنا قلت له خلاص استغفر الله واطلب من الله الستر. تمام، مع السلامة يا حبيبي، ولا تعود كذا قليل العقل بعد ذلك تفضح نفسك. تمام، الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله انا بخير. حفظك الله من كل مكروه ومسوء. ولك بمثل. بالنسبة للناس اللي بتروح تعمل حجة وعمرة ويتصوروا على التليفونات وينشروا الصور على الفيسبوك، هل هذا رياء؟ الله أعلم بنواياهم، لكننا لا نستحب هذا. يعني الناس الآن عقولها خفت شوية. واحد ماشي من أول ما يخرج من البيت، يما أنا وصلت للقاهرة. دخلت القاهرة أنا، ها هنا أنا في المطار ويصور صورة الطيارة. نعم. بعد ما يدخل الطيارة يصور صورته وهو راكب، يصور صورته، يعني أقول أصبحت خفيفة، يعد من الرياء يعني. كل واحد الله أعلم بالنوايا، لكن أصبحت عقولهم خفيفة شوية. شكرا وجزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا الكريم؟ الحمد لله. غير يا عبد الرحمن الاسئله، تامر العزاز وزنورين، خلاص في اسئله تانية يا حبيبي. تفضل. حكم الظن السوء مع القرائن. مع ايه؟ مع وجود قرائن. الظن السيء مع وجود القرائن. ايوه. على حسب القرائن، قرائن يقينيه او ظنيه. يعني طيب ماشي. طب سؤال تاني بعد اذنك. هل النية ينفع تتاخد بعد العمل؟ يعني مثلا لا، الاعمال بالنيات. ماشي، انا قابلت حد وابتسمت في وجهه وبعد كده قلت هذه الابتسامه لوجه الله اطلق كده، يعني دي تنفع ولا لا؟ ابتسمت اولا يعني كده ارتجالا؟ لا، انا ببتسم في وجه الناس وبعدها العمل. النية تتوفر قبل العمل، الله يغفر لك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. طيب بارك الله فيك. انا عندي سؤالين. ارفع صوتك. طيب انا عندي سؤالين بارك الله فيك. اتفضل وفيك بارك الله. السؤال الاول، انا لما اقول عليه الصلاة والسلام، يعني ايه عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة من الله، وهي رحمة الله والثناء عليه، وعليه سلام من الله، أمان من الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب السؤال الثاني، لما أقول صلى الله عليه وسلم، يعني إيه وسلم؟ هي وسلم أو وسلم كله يمشي وله توجيه، يعني سلم بمعنى قد كان، قد سلم الله عليه، وسلم بلفظ الطلب. طب يعني ايه وسلم؟ ما السلام تحل عليه سلامك يا ربي وتحييه بتحية السلام وتسلمه في قبره وتسلمه في كل مكان. طيب هل ده يدخل فيه؟ لان سمحت بعض العلماء بيقول وسلم يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلام للنبي حيا وميتا، فميتا نسأله ان يحفظ جسده في القبر لأن جسده عليه الصلاة والسلام قد يتعرض. هذا الكلام كلام غير موجود عند الشراح السنيين. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. عليكم السلام. زي شيخنا؟ الحمد لله طيب، الحمد لله. الله يحفظك، ربنا يبارك في عمرك. بس يا شيخنا عندي سؤالين، يعني ارجو ان حضرتك ما تفصلش غير لما اسال السؤال الثاني. لا اعدك على حسب طيب. السؤال لا هم ان شاء الله اسئله منضبطه ما فيهاش. ماشي.
الله يكرمك شيخ. السؤال الاول يا شيخنا في صلاه قيام الليل يا شيخنا، انا يعني لما انا عامل نفسي يعني ورد احب، انا ما عنديش وقت وقت زي، فاحب اقراه في الصلاه، امسك الموبايل في ايدي واقرا من الموبايل، بس رتم القراءه بقى سريع يعني، بس ما بعرف انا بقول ايه يعني، بقرا برتم سريع في القراءه. ألم يقل الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ ألم يقل له ذلك؟ ايوه. طب ازاي شيخ ما اقدر اوفق ما بين ان انا عايز اقرا الورد وما بين ان انا عايز اصلي ركعتين ان بصلي؟ تدبر شيء، توسط في الامور. قال رجل لابن مسعود: قرات سوره كذا وكذا البارحه، قال: هذا كهذه الشعر؟ لقد علمت القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الصلاة. أين الفتاوى يا عبد الرحمن؟ إخواننا ها؟ الفيز ثقيل في الأسئلة، كل يوم معانا الفيز، أنا مش مستجدين عليه يعني. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا استفسار، معلش أنا آسف. اتفضل لا تأسف. حضرتك دلوقتي أفتيت إن لو حد اتصل عليا بالتليفون وقال لي حول لي 5000 فودافون كاش، وجيت أنا بعد كده هيجي لي مثلا بكرة يحاسبني وآخدهم منه 55، فإن ده لا يجوز. أنا قلت لا يجوز؟ حضرتك قلت إن ده ابعد عن الشبهات. لا ما قلتش كده، قلت في تفصيل. إذا كانت يعني واحد بيسعفك لا يقرضك، يعني أنت مثلا عارف صاحب الدكان، قلت له: بلا محمد أنا متعسر في القاهرة وأريد 2000 جنيه اشحنهم لي وأنا جاي بكرة إن شاء الله أسلمهم لك. وطبعا هو بياخد الأجرة، أجرة التحويل ثابتة، أجرة التحويل ثابتة 10 جنيه على 1000 مثلا معك ومع غيرك، فلا إشكال في هذه المسألة. تجوز عادي ما فيش اي مشكله بهذا التوصيف اللي ذكرته لك. تمام خلاص، شكرا جزاك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا كيف الحال؟ الحمد لله انا بخير والله. تقبل الله منكم يا شيخنا حبيبي. يا رب امين. اسمح لي بصحه ثلاث احاديث بعد الفضيله. اتفضل. اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له اليها حاجه لا يثبت. نعم. الحديث الثاني: لا خير في من لا يضيف. في من ليه؟ يضيف. في من ليه؟ لا يضيف، يضيف بالتشكيل بهذا الشكل يعني مش مشددة، يضيف. يضيف؟ نعم الضيافة يعني. لا خير في من لم يضيف يعني ولا ايه؟ يا بس انا قرأت بهذا الرجل. لا يثبت على الرسول. نعم. الحديث الثالث: إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. فليست الأولى بحق من الأخيرة؟ هذا تمام في سنده مقال. نعم جزاك الله خيرا شيخ. وياكم. ويعارض أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة وليمته على زينب بنت جحش، كان يدخل الناس 10 10، فدخل وخرج وناس باقون، يدخل ويخرج يدخل ويخرج، فانتبهوا لذلك فانصرفوا دون الرجوع إليه لاستئذانه. لكن إذا كان سيجرح البيت بخروجه لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة الله وإخوانه وطيب وصلواته. كيف حالك يا أستاذنا؟ الحمد لله تفضل. الله يبارك فيك، الله يحييك. عبد الغني من المغرب. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا. الله يكبر فيك يا شيخنا. وياك. لو تكرمت، يعني هناك مسألة كنت يعني قرأت بعض الجوانب فيها، وهي تتعلق بالتعارض بين قوسين، تعارض ظاهري للأحاديث النبوية يعني فيما بينها. يعني حينما يتعارض لنا يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، يعني فيما العمل، يعني أيهما يقدم وأيهما يرجح؟ يعني وكيف يتم يعني شيخنا هذا التقديم يعني وهذا يعني الترجيح او التوفيق فيما بينهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول: إذا تعارض قول النبي مع فعله أيهما يقدم؟ الذي عليه جماهير العلماء
أنه يسعى للجمع بينهما إذا كان للجمع سبيل. مثال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط. ثم رؤيا رآه عبد الله بن عمر في بيت حفصة يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة. فهذا فعل تعارض مع قول، فالعلماء جمهورهم يجمع، جمهورهم لا أعني مفاريد هنا ومفاريدها هنا، إنما عن الجمهور يجمعون. فبعضهم قال: إذا كان في الفضاء منع، وإذا كان في المباني جاز، والله أعلم. فيسعى الجمهور للجمع بين هذه وتلك، وعلى فرض ثبوت أحاديث النهي عن الشرب قائمة، مع شربه قائمة يجمعون. فهمت؟ نعم شيخنا، وفقك الله حبيبي، وحياك الله وبارك، وحياك يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك. تفضل. أنا أسئلة بعد إذنك يا شيخ. تفضل. السؤال الأول: الحديث اللي رواه أبو داود في المسند لا تسمي رباح ولا أبو داود في السنن مش في المسند. لا تسمي رباح ولا يسار. أيوه. هل هو صحيح ولا لا؟ نجت إلى قبل أن هن عن أن نسمي رباح ويسار ومقبل لكن النبي لم يعش، مات قبل أن ينهى. يعني هو الحديث صحيح ولا لا؟ يعني هو سندا بس معلم، يعني لا نجت لأنهينا. تمام. الله يسلمك، راجع متوني أيضا. السلام عليكم. وعليكم شيخنا. السلام ورحمة الله، تفضل. لا سمعش مصطفى، عايزين من فضلتك نصيحة للقائمين على الأمر في المسجد النبوي، هل لو كان موجود بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم هل يرضي ما يحدث في المسجد القديم والروضة الشريفة؟ عايزين فضلتك يعني توجه نصيحة. والله إن هذا الأمر ما استبان لي أمرك ولا استبانت لي وجهة نظرك، يعني لعلك الحاصل يا شيخنا، انا كنت في هناك السنه دي، الحاصل في المسجد القديم وفي الروضه من زخارف بصراحه بشكل ملحوظ جدا، بشكل بصراحه يعني. اذا انت تسال عن الزخارف، زخارف المساجد عموما. الله يكرمك. تكره زخارف المساجد عموما لان النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخنا لو الحاجه دي موجوده كمان، يعني احنا جنبي، يعني اتكلم لو انا والدي ما مش حاببني اعمل حاجه، هل ينفع ان انا اروح اعملها حتى جنب قبره بعد ما يموت؟ ما ينفعش. فما بالك بقى دي حاجه كمان، دي حاجه كبيره جدا. خلاص انت نصحت، جزاك الله خير وقاطعتنا. السلام عليكم. السلام عليكم. سيدنا الحمد لله انا بخير والله. سيدنا مجاول رايح شركة معمار. مجاول رايح شركة معمار وبعد؟ وواخد 5 أنفار معاه، وهو متفق مع الشركة ان العامل 170 يوميته. طيب. ومتفق مع العامل 150 يوميته. ايه المشكلة؟ مجاول شايل يوميته، ان الشركة لو وكلته هو العامل ياخد يوميته. هل ال 20 جنيه محرمة؟ لا ليست محرمة، هو ما خدع العمال، قال للعامل منذ ان خرج به من بيته اجرتك 150. نعم وهو ياخذ 170 من الشركة. نعم. حيث انه المسؤول، اذا عامل تخلف هو سيتحمل. نعم ماشي، ما في مشكلة، مقاول انفار يعني. ايوه لا بأس، جزاك الله خيرا. وياك، جزاك الله خير يا من رضى الله غايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله أنا في نعم من الله. الحمد لله على كل حال. شيخنا عندي سؤال لو سمحت. أنا بار بوالدي الحمد لله رب العالمين. ولكن أحيانا يعني كل مثلا شهرين ولا حاجة برى ان انا في رؤيه في المنام، ان انا عارف ان ده مش موضع
تفسير احلام، ولكن دي فتوى برا ان انا مثلا متخانق مع ابي وكده، بعدين شيطان يلعب بك، شيطان يلعب بك، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخل عن يسارك ثلاثا ولا تحدث بهذه الرؤيا احدا، لن تضرك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب سؤال. تفضل. شيخنا انا كنت فاتح تجاره في بلد. نعم. بعد ما انتقلت لبلد ثاني تبين لي انه عندي زياده بالمال ولا ادريها لاحد، يعني ما اظن هذا المال لي، فوجدت انه عندي مبلغ كبير زياده. ماذا كنت تعمل؟ كنت اعمل في التجاره بشكل عام، وعندي عملاء يعني اتعامل معهم في التجاره. طبعا العملاء كل واحد له حساباته وله محاسبه الخاص، لكن سبحان الله انتقلت لبلد ثاني عملت جرب للحسابات كامله فوجدت عندي مبلغ كبير زياده عن مالي. خليك محتفظ به معك لمده سنه، جاء اصحابه الا استمتعت به. تمام، جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. الله يكرمك. انا كنت شغال في مصر وبعدين سافرت، فكنت محتاج ان انا ارجع تاني مصر بعد ما حوشت مبلغ واديته لواحد يشغله واتنصب عليا فيه، وللاسف انا موظف مش بفهم في اي حاجه اشغل فيها الفلوس، اديت لواحد تاني. يعني النهايه انك ترد تضعف في البنوك. لا انا بتكلم على ايه، على حته ان انا دلوقتي هل الـ 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 بالنسبه لبنك فيصل، كل ما انا قلت لك الكلام هتلف وتدور وتقول عايز انا واحد ضحك عليا انا مش عارف ايه، فعشان كده امن نفسي ضاعها في البنك واكل الربا. لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضل يا حبيبي. عندي سؤالين يا شيخ لو تسمح الله يرضى عنك. سأل. السؤال الأول، أنا شغال في مصنع مدير إنتاج. فأنا بحتاج خامات أشتغل بيها، فببلغ بتاع المشتريات بالخامات اللي أنا محتاجها. ففي أوقات بيجيب لي الخامات وأوقات تانية يقول لي بحكم العلاقات بتاعتك يعني اللي هي قبل كده، ان انا عارف تجار يعني وكده، فانت اشتري الخامه يعني. فانا بشتري الخامه مثلا لو التاجر قال لي ب 450 انا بحاسب المصنع ب 500. لا غشاش، لانك وكيل والوكيل لابد ان يكون امينا. بس هو ما اشترطش عليا في العقد يا شيخ ان انا ابقى بتاع مشتريات، هو مشترط عليا في العقد اللي انا ماضي عليه ان انا اكون بتاع انتاج، ان انا انتج بس، مش هشتري خامات. لكن هو استأمنوك أو لم يستأمنوك؟ استأمنوني فعلا. طيب، الرسول عليه السلام يقول الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، هل تستطيع أن تخبرهم؟ لا مش ما أقدرش. خلاص لا، إذا تأثم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير والله. الحمد لله. يا شيخ مصطفى أنا كنت مكلم حضرتك من فترة إن أنا كنت في ثالثة ثانوي، ولما أخلص كنت عايز أجي لحضرتك. أنت في ثالثة ثانوي، نتيجتك ظهرت ولا لسه؟ لا لسه. متى؟ بعد أسبوع. أزهر. أزهر إن شاء الله بعد أسبوع. أنت أزهر. لا أنا مش أزهر. طيب، اما ربنا يتمم عليك بخير كده يا حبيبي، تعالى زورنا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك عبد الرحمن. اتفضل يا عبد الرحمن. معلش استاذن حضرتك بس كان عندي سؤال. سل حضرتك، انا من 8 سنين كان في كده حاجه بعملها و ذنب يعني، فزوجتي عشان ما اعملش الذنب دوت قالت لي احلف بالطلاق ان انت ما تعملوش تاني.
فانا حلفت بالطلاق ساعتها ان انا ما عملتش كده تاني ومن اسبوع كده عملت الذنب ده تاني. كنت عايز اعرف حكم. كفر عن يمينك واستغفر الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. هو انا شفت فيديو كده للشيخ. نعم؟ شفت فيديو كده للشيخ اسمه صلاح الفوزان. خلاص جزاك الله خير. لا تسمي اذا سألت لا تسمي احدا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم يا عم الشيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا بتصل بس اسلم على حضرتك والله. الله يسلمك من السوء والمكروه. الله يزيدك تقوى وإيمان وهداية وسعادة وطمأنينة وراحة بال. ولك بمثل والسمعين والسمعات. يبعد عنك يا عم الشيخ الهم والغم والحزن والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم آمين يا رب العالمين. ولك بمثل والسمعين والسمعات جميعا. إني أحبك في الله والله العظيم يا شيخ. الله يبارك في عمرك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يخليك يا عم الشيخ مع ألف سلامة. الله يسلمك. شكرا جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله في نعم. كل عام وحضرتك بخير. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. وأنت طيب وأنت طيب وأنت طيب. شيخنا لو تكرمت يا شيخ مصطفى أنا عندي سؤال. سل. أنا بشتري شقة في عمارة في كومباوند مرخص. تحت الإنشاء يعني بتبنى يعني. الخمسين ألف اللي بتدفع لنقل النظافة ولا إيه؟ لا 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 مش 50,000 تدفع الأرض للنظافة. هي المشكلة هو طالع في الدور السادس وأنا بشتري في الدور الثامن يعني. يعني أنت تشتري شقة لم تبنى. لم تبنى فعلا. لا يجوز. بس هي تحت الإنشاء يا مولانا يعني هو شغال في الوقت الحالي بشوية. لا يجوز أن تشتري شيء لم يبنى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ نحمد الله ونشكره. لو تكرمت يا شيخ لو حد باع له حاجة وأضلني في السعر وقال لي اقسم لك بالله ان انا جايبها مثلا ب 100 جنيه وحلف اكثر من حلفين وانا صدقته. واتضح لي ان هو غير صادق ورغم ان انا قرنتها بالسلعة دي عند اكثر من تاجر. لكن هو ممكن يكون مخدوع ايضا. يعني انا كده ماليش ان انا اتصرف معاه؟ ما ممكن يكون خدعوه ممكن يكون صادق ولكن ضحك عليه كما ضحك عليك. ماشي شكرا يا شيخ جزاك الله. يسلمك. لماذا الاسئله لم تعد تاتي على صفحه الفيزياء يا عبد الرحمن؟ النهارده بس كده خلل اليوم. اذا الاخوه يعذرون اسئلتهم التي يرسلونها مكتوبه لا تصل. يقول عبد الرحمن الخلل اليوم والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا. فيك بارك الله. الله يبارك فيك. سؤال يا مولانا معلش. سل. انا من حوالي 13 سنه كده كنت بشتغل مع واحد بمرتب 300 جنيه في الشهر. طيب. اشتغلت معاه شهرين. طيب. تمام. فهو كان متفق معايا ان ليك مرتب ولو بعت بيع احنا كان يعني كنت شغال معاك يعني ليك مرتب ونسبه وعموله. العموله على المبيع. فقال لي هو ايه؟ قال لي انت تاخد يعني ما تاخدش كل انا كنت ماسك كل حاجه معايا يعني كنت الحمد لله الى حد ما يعني امين الحمد لله يعني بس في الحته دي كان بيقول لي يعني تاخد كده مره ومره لا او مرتين ومره لا. انا بصراحه كنت باخد كل مره يعني في العموله يعني بيستخسر فيك يعني ايه؟ كما يقول المصريين بيستخسر فيك. لا مش بيستخسر فيا. هو بيقول لي يعني مره كده ومره كده يعني كده يعني ما تاخدش كل مره. انا كنت باخد كل مره في العموله. فانا المهم يعني اشتغلت معاه شهرين خدت بالظبط كده من كل حاجه لقيت معايا 2000 جنيه. المفروض ان انا مرتبي 300 و300 و600 كده في 1400 جنيه. ال 1400 جنيه دي يعتبر عموله منه.
انا هل استطيع ارد له منها مبلغ؟ ولو المبلغ ده هيشتراه هرده له؟ لا يعني انتوا كنتم اشترطتم في الاول ان لك مرتب ونسبه. نعم. كشرط كعقد عمل. نعم. كعقد عمل مبدئي. وهو الذي نقض. هو لم ينقض، هو قال لي يعني خذ مره ومره لا. ايوه ما هو نقض، ما هذا يعد نقضا. بس هو كان شرطه كده ان هو عادي يعني تاخد عموله، بس يعني هو بعدين يعني بعد خلاص رد الزياده، اما ان تخبره واما ان تقول له كم انا اخذه وكم الذي اتركه. اذا رديت له الزياده مثلا اردها له في سعر الذهب في الوقت اللي كنت فيه، ولا تردها له بس؟ لا خلاص ردها كده وخلاص، سعر ذهبي بس. يا شيخنا؟ لا ردها كده كما اخذتها. كما اخذتها يعني. سعر ذهبي يا جماعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يرضى عنك. لو سمحت انا كنت سألت حضرتك سؤال قبل كده زمان، انا كنت شغالة شغلانة يعني، وحضرتك قلت لي ان هي جائزة مع القرار. المهم ان انا اشتغلت فيها شوية ولقيت ان فيها يعني بحث بغرامات تأخير على حاجات كده، فسبتها الحمد لله. فدلوقتي انا اشتغلت مثلا 10 شهور معايا مرتب الحمد لله، معايا فلوس كتير مثلا حوالي 5000 جنيه من الشغل ده، فانا مش عارفه اعمل يعني اعمل في الفلوس دي استخدمها عادي ولا اطلع جزء منها ولا اعمل. ليه انت اشتغلتي حاجه محرمه؟ هو انا ما كنت يعني هي ما كانتش حاجه بتقرض بالربا ولا حاجه، لكن كنت بسجل مثلا فوائد. كنت تخلصي من جزء من المبلغ، تصدقي بجزء من المبلغ لتنقيه المال. جزء قد ايه مثلا؟ كم معاك فلوس؟ 5000. كم؟ 50000. تقدري تتصدقي ب10 ولا صعب عليك؟ لا عندي اي حاجه. طيب 10 يعني. الله يبارك فيك. الله يبارك لك. انا مش عارف. الله يكرمك. تبارك الرحمن. السلام عليكم. وعليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايزك حضرتك بس تدي نصيحه للشباب، انا ببقى ماشي في الشارع وبسمع ناس شباب بيسبوا الدين، وطبعا مش عارف الظاهره السوداء ديت، وانا ببقى مخنوق قوي وببقى مش عارف اعمل ايه، فتعرفهم سب الدين ده خطر. سب الدين كفر وارتداد طبعا. سب الدين كفر، وعليهم ان يتوبوا الى الله ويشهدوا الشهادتين من جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ طيب والحمد لله. يا رب دايما. معلش كنت بسأل عن حديث اللي هو طق من كبر في قلبه. نعم. حديث اللي هو لا يدخل في الجنة فمن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طب الواحد يعرفها ازاي؟ فسرها النبي بقوله الكبر بطر الحق وغمط الناس، ازدراء الناس واحتقار الناس وجحود الحق. لا انا لا اشهد الحق ابدا، الحق لو عليا بقول الحق. طيب انت كويس الحمد لله. طيب يعني كده تمام يعني خليت من ده سلمت من هذا لكن الحمد لله. طب وفي حاجه تاني اللي هو يوم القيامه. اسمه قيامة ولا قيامة يا أخي؟ يوم القيامة. أيوة. معلش. اللغة العربية تعالوا يا جماعة، ولا يوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة. ما ينفعش كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت يا شيخ عندي أكثر من سؤال، جزاك الله خير يعني. وياك، تفضل. كنت عايز اعرف هل الربا في جنس المال ام في طريقة مكسبه؟ يعني كنت سمعت شيخ بيقول انه كل الناس تعتبر بتاكل ربا لان المال دار في تداوله على البنك المركزي، فهل الربا يا اخي؟ لا تخرفني، الله يهديك، بس تكلمه كلام صح عاقل، بس تكلم كلام عاقل واسال اسئله عاقله. ما سؤالك اختصارا؟ ايه سؤالك باختصار؟ ما هو السؤال؟ ما السؤال؟ السؤال هل فعلا كل المال يعتبر فيه ربا، ولا طريقة المكسب في ولا طريقة الربا، طريقة المكسب في المال هي اللي تسبب الربا؟ السلام عليكم. فكر اسأل سؤال ينفع.
مش عارف والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا شيخنا الحبيب؟ الحمد لله أنا طيب، الحمد لله بخير، الحمد لله. لو كرمت عم الشيخ، أنا متزوج من 3 سنين. الحمد لله. والحمد لله يعني فضل من ربنا، الحمد لله أنا لم أرزق بولد أو ببنت، يعني الحمد لله لسه ربنا ما رزقنيش ذرية. إن شاء الله ترزق بإذن الله. ولكن يعني ذهبت بامرأتي إلى أكثر من دكتور وعملت لها أكثر من عملية. السؤال يا عم الشيخ ان انا نفسي ما عنديش اقبال على موضوع الخلفه ده ولا مجذوب ليا، يعني لما اشوف الناس طالعه في حاله ضياع سواء بنات او شباب. يعني انت لا تريد الذريه؟ ولكن رحت وعملت لها اكثر من عمليه. طيب والسؤال؟ والسؤال هل انا دلوقتي لو توقفت عن الذهاب بها الى طبيب كده هو تعالى عليا ذنب؟ ليس عليك ذنب. ماشي شكرا. ولك بمثل يا احمد الهاشمي، تواضع لله يا احمد الهاشمي، صورتك تلم عن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يبارك فيك يا شيخ. اتفضل. انا شيخنا طالب جامعي وكنت عايز اتعلم عند حضرتك يعني. تعال زورنا ان شاء الله وستجد. تعال زورنا ان شاء الله. الوقت المناسب والله اي يوم في صلاة العصر ان شاء الله. اي يوم في صلاة العصر الا السبت والاثنين. طيب المكان يا شيخنا ممكن؟ انت منين يا اخي؟ انا من وسمة. طيب من سمنود مركز اجد قهلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لحضرتك فضيلة الشيخ. طيب والحمد لله في نعم من الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فضلك فضلت الشيخ، إذا كان في حد بيبتدي التزامه وكل مرة يعني يسقط، إيه الخطوات اللي يعني لا ييأس أبدا من رحمة الله؟ هذه أولا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ثانيا يداوم على الاستغفار. ثالثا يصادق الصالحين. رابعا يبتعد عن موطن الفتنة. تمام. ويتعوذ بالله منها. الخطوات ايه يا شيخ؟ يعني يبتدي بايه؟ ماذا يعني؟ بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام واصحاب طيبين يعينه الله بهم. شكرا. اسعدك الله يا مصطفى العمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا عندك؟ هو التصوير من الكاميرا حرام؟ تصوير ماذا يعني؟ حلال يعني؟ تصوير ذوات الأرواح لغير فائدة لا تفعله. طيب يعني، طب وأنا صعب إني أبطل تصوير يعني عشان كله بيتصور عادي يعني، ما فيش هرمانية في كده؟ تقصد الهاتف يعني ولا إيه؟ الهاتف. لا الهاتف الأمر فيه سهل. يعني اللي بيحرموه ده يعني غير صحيح؟ لا تفك المرآة يا أخي، كالمرآة. الله يبارك فيك يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير. عايز أسأل حضرتك سؤالين. سأل. أنا طبيب في المستشفى في الحكومة، فشغالين بنظام الجدول. في شرطان للإجابة على سؤالك دون أن تبرزه. الشرط الأول عدم تضرر المسلمين بتغيبك، الشرط الثاني إذن المدير المباشر. لا المدير المباشر أذن، ما فيش تضرر الحمد لله. الله سلامتك. سلام عليكم. هو كده الجواب السؤال جالك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم مصطفى. أسأل الله العظيم أن يبارك فيك وإياك أن يحفظك وأن يزيدك الرحمن. وإياك وإياك. أسأل الله العظيم أن يزيدك من فضله وأن يبارك فيك ولك بمثل السمعين والسمعات أمة السعادة. أسأل الله العظيم أن يجمعنا سويا في جنته. اللهم أمين. والسامعين والسامعات يا رب. الله يحفظك ويبارك فيك. وإياك. الله يحفظك ويبارك فيك. أشكرك على الاتصال والاتصال بك. أشكرك. الله يغفر لنا ولك يا أخي. الله يبارك فيك ويجزيك كل خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
لا اله الا الله، اللهم اغفر يا رب برحمتك يا وزير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بعد اذنك يا شيخ، بسأل عن مواضع النظر للسجود في الصلاة، لأن سمعت أحد المشايخ كان بيقول إن الواحد في التشهد بينظر للسبابة، هل الكلام ده صح ولا إيه؟ لا، الأمر فيه ساعة. يعني معلش، حاجة ولا يرمي ببصره إلي ولتحرر. الأمر فيه ساعة إن شاء الله. طيب، بعد إذن حضرتك سؤال تاني. بالنسبة لقول يعني أحد الناس عند سماع الأذان مرحبا بذكر الله، يعني هل يجوز؟ كذكر المأثور عن رسول الله لم يرد. إن قالها واحد مرة غير ما يثبتها كل أذان. طيب يعني لو ثبتها كل أذان هل فيها حاجة ولا؟ لا، فيها شيء جديد لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الأمر الأخير بعد إذنك، يعني حكم الشبشب المقلوب أو الحذاء المقلوب أعزك الله. ما فيها مشكلة، بس الناس ضربوا الآن ما يجدوا شبشب مقلوب يقلبون الناحية الثانية. يعني هل في يعني يقولون لا نجعل الشبشب وجهه إلى السماء، ناله إلى السماء، فيظنون يعني فيها إهانة. تمام، شكرا شيخ. الله يسلمك، أسعدك الله يا مصطفى العمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ طيب ولله الحمد. مولانا كنت بستفسر عن كفارة السخرية أو الاستهزاء بالآخرين. تصلح ما قد أفسدته من أمرهم ومن أمرك. طيب. قدر استطاعتك وجهدك، وليتك إن كان هذا لا يسبب فتنة أن تتحلل منهم. جزاك الله خير يا مولانا. وياك حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش هو انقطع. الو؟ سل. هو كنت عايز اسألك بس على يوم القيامة. يا أخي يوم القيامة، ما فيش يوم قيامة، خلاص اللغة العامية كده يوم القيامة. ها. كنت أنا شيخ مصطفى كنت بصلي وكده وبتقرب من ربنا على أساس إن أنا مثلا إيه ربنا يوم القيامة مش هيبقى خوف ليا. كمؤمن مثلا. الو؟ ايوه معك. بس سمعت لك فتوى امبارح قلت ان مفيش امه الا كلها جاسيه على ركبتها. هو ده مش فتوى، ده الايه. وترى كل امه جاثيه كل امه تدعى الى كتابها فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، كل الامم حول جهنم جثية، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. هذه آيات. وقال علي أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، أنا وحمزة وعبيدة بن عبيدة وأمام الثلاثة عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. يعني اليوم هيبقى صعب علينا والله يا أخي الكريم. في نصوص دي متوهاني. ما أنا بس يعني ما توش يا حبيبي، ما توش ملخصها أن الأمر فيه شدة وبعدين تفرج. إيه اختصارا، الأمر فيه شدة وبعدها تفرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: نستشفع بمن إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا؟ فيقولون: نستشفي بأبينا آدم عليه السلام. عليه السلام. يذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مقامنا هذا.
فيقول نفسي نفسي إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض. فكل يقول نفسي نفسي إلا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. لكن في آيات أخر تمام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يعني في الأول في شدة، الله يخففها عنا وعنك يا رب ولا يرينا إياها، وبعد ذلك انفراج. طب الحمد لله، يعني برضو فيها انفراج. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تمام. طب معلش ممكن آخر سؤال؟ ممكن. تمام. أنا حضرتك أنا بصلي الخمس أوقات بس الفجر بحكم شغلي ما بعرفش أصلي خالص. علامة نفاق. إيه؟ علامة نفاق. طب ما علامة نفاق، ما تزعلش يعني، علامة نفاق. النبي يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. طب انا شغال 12 ساعة في الشمس ودليفر يعني بمشي وبمشي. اضبط المنبهات، الشغل الصلاة اولى من الشغل. اضبط المنبهات وخلي امك تصحيك. ما بصحاش. ها؟ ما بسمعوش. بتنام كم ساعة يا اخي؟ ايه؟ تنام كم ساعة؟ بنام انا يعني عشان اجمع 10 ساعات ولا 9 ساعات. عشان تشبع. ايوه. لا ما تشبعش يا حبيبي، خلينا كده ايه نأدي فرض ربنا، انما الصلاة مكتوبة. طب هي الفجر بس كل وقت في الجامعة. ما انا بقول لك كده اثقل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. ادعو ربنا ان يوفقك. يعني علامة نفاق ممكن تكون علامة فيها بس انا مش منافق؟ ها؟ يعني علامة كده، علامة نفاق فيا. والله يعني ان شاء الله يعني باذن الله نسال الله لا تكون فيك، لانك اصلا تقول انك عدم قيامك للتعب ليس لل ايوه للتعب، طول النهار شغال ماشي جاي بالمكنه وفي الشمس. بالله عليك اذا كان عندك امتحان سنويه كنت هتنام ولا تقول لامك صحيني ولو رشيت علي الميه؟ كان عندي امتحان وما نزلتش. كان عندك امتحان وما نزلتش؟ الله يغفر لك بقى، انت ستقابل ربك. السلام عليكم. لهذا القدر اجتزئ حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا وإليك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا
نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.